السلام عليكم، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الاحوال. فيديو جديد ودرس جديد كما عودتكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نفصل معكم عبايه اللي كتجيب لي بليل تحت في الصايه ديالها، وفي اسفل العبايه ديالنا او الكسوه، ولي بلي في الكمام بالباندا، وفي العنق ديالنا غادي تجي عندنا الكرافاته. اول حاجه كندير كنتوتب ديالي على اربعه كما كتلاحظوا، ودائما كنبدا من الجهه المسدوده، كنحاول انني نقاد التوب ديالي لان التوب هذا كيكون ارتبط بهذا الكريب روزا، كيكون شويه صعيب في الخدمه ديالو. اول حاجه كنبدا بها كنبدا دائما من الجهه المسدوده، كناخذ الكتاف ديالي كنحط فيهم 22 سنتيم، كنهبط 3 سنتيم قاعده اساسيه، 8 سنتيم ديال دوره العنق، وجوج سنتيم اللي كنهبط بها قاعده اساسيه. كنهبط من تحت الكتف ديالي بداكشي اللي عندي في الكتاف، حطيت 22 سنتيم، كنهبط 22 سنتيم، وكنحط الصدر ديالي اللي حطيت فيه 29 سنتيم. بالنسبه لهنا كنهبط ب 11 سنتيم مستقيمه، وعاد كنبقى نقور. من بعد كنهبط من تحت دوره الصدر ب 14 سنتيم لخط الحزام، وكنشد خط الحزام ديالي اللي كنقص فيه 2 ديال السنتيم على دوره الصدر، وكنصل بخط. من بعد كنشد الحوض وكنحط قياس الحوض ديالي اللي عندي فيه 33 سنتيم، وكنشد الطول. بالنسبه للطول انا هنايا كنشد الطول كامل وكنقص منه القطعه اللي غادي ندير لتحت. بالنسبه للقطعه غادي ندير فيها 40 سنتيم. كنتمنى ان من الفيديو يكون واضح لكم. كنشد الطول ديالي كله كنقص منه 40 سنتيم، داكشي اللي بقى لي هو اللي كنحطه. مثلا عندي متر و50 في الطول، غادي نقص منها 40 سنتيم، غتبقى لي 110 سنتيم، وغنزيدها سنتيم الخياطه او 2 سنتيم لان كتكون عندنا قطعه في الوسط. كنتمنى من الفيديو انه يكون واضح لكم. بالنسبه لهنا التوب كيكون عندي فيه 37 سنتيم، كنخليها كلها وكنصل الخط من دوره الخلفه حتى النقطه اللي كتلاقي لي بالحوض ديالي. وهنا كنطلع تقريبا بربعات سنتيم، حيتاش كيكون عندي ليبلي بزاف لتحت باش ما كيجيونيش الودنين طايحين بزاف، كنطلع تقريبا بربعة حتى لخمسة سنتيم. صافي، هنا كنكون ساليت الفصالة ديالي ديال القطعة الفوقانية، وكنقطع. كنتمنى من هذا الفيديو انه يكون واضح لكم. بالنسبة للخياطة ما شاركتهاش معكم الحكم الوقت، كنت بغيت نسافر وما بقاليش الوقت، وكانت عندي خدمة بزاف كثيرة، كنت غادي نخيطو ديك العشية هذيك، ما بقاليش الوقت الخياطة، ففضلت انني نحط لكم واخا غير طريقة الفصالة، ما بغيتش نضيعها حيتاش كان عندي مصور، قلت نحط فيديو ديال الفصالة ومن بعد ديك الساعات نشارك معكم فيديو اخر طريقة ديال الخياطة. بالنسبه لهنا كنحل هاد البلاصه اللي بقات لي مسدوده باش ما كنضيعش المسافه ديال التوب ديالي. هنا كنحيد الخلف ديالي وكنخدم على الامام التغييرات اللي كيكونوا عندي. اول حاجه كنقاد التوب ديالي، حاولوا انكم هاد التوب بالنسبه للمبتدئات كنصحهم بانهم يبعدوا من هاد التوب هذا، حيتاش كيكون صعيب بزاف في الفصاله ديالو، ويشوفوا شي توب اللي يكون شويه رطب وما يكونش بهذا الرطبيه هذا ديال هذا الكريب روزا، كيكون شويه فيه الخدمه بزاف. هنايا كندخل في دوره التركيز ديالي اللي كنقصو دائما ديك سنتيم ونص حتى لجوج سنتيم من التركيز، ودوره العنق كنهبط ب 10 سنتيم. بالنسبه للعنق غادي يجينا الكرافاطه اللي كتكون بحال بابيو، كرافاطه اللي كتكون معقوده اللي كنديرو في الكمام، انا هنا درتها في الكمام ودرتها حتى في العنق. بالنسبه لهنايا ضروري كنقصوا داك القياس اللي كيكون عندنا في القطعه اللي كنديروها في الكرافطه ديالنا، كنقصوها ضروري كنقصوها، حيت الا خلينا هاد المسافه وزدنا راها غادي تطلع لينا فوق العنق. درنا مثلا 4 سنتيم في القطعه، غادي نقصوا 4 سنتيم. هنا كندير الفتيحه ضروريه باش كتجي عاطيه داك المنظر ديالها، غادي تلاحظوها معايا. راه خليت لكم واحد البارتيه ديال الخياطه كنت خيطتها، راه خليتها لكم، هي اللي صورت في الخياطة، راه خليتها ما بغيتش نحيدها واخا ما كملش التصوير. بالنسبة لهنا كنخلي التوب ديالي كما خليته مطوي، كنخليه على العرض ديالو، وكندير جوج القطع، القطعة ديال الأمام اللي كيكون الطول ديالها 40 سنتيم، غندير منهم جوج القطع، قطعة ديال الأمام وقطعة الخلف اللي غادي يجي فيها لي بلي، يجيو فيها لي بلي بزاف.
وكنقطع، وغادي نزيد ندير القطعه الثانيه. هنا كنقاد الثوب ديالي من هذه الجهه من بعد، وكندير القطعه الثانيه اللي غادي نحتاج حتى هي في الخلف. ان شاء الله كنوعدكم انني نشارك معكم فيديو اخر للطريقه الخياطه ديال هذا الموديل. عندي القطعه الثانيه اللي غادي يكون الطول ديالها نفس الطول 40 سنتيم، هنا كنكون ساليت الفصاله ديال القطعات بجوج ديال الامام والخلف. كما لاحظتوا هنا كيجيو هاد البلاصه كلها كيجيو فيها لي فرونس او لي بلي، داكشي اللي بغيتو نتوما ديرو اللي كيلصقوا لنا مع الخلفه اللي درنا. كما لاحظتوا المسافه كلها كنفرقوا عليها ديك لي فرونس بهذا الشكل هذا. كما لاحظتوا ديال القطعه الفوقانيه ديالنا هنايا غادي نفصل معكم لكم طريقه الفصاله. كنطوي التوب ديالنا دائما على 4، كنبداو القياس من الجهه المسدوده. انا هنايا كنهبط ب 11.5 حتى ل 10 حتى ل 12، نفس داكشي القياس اللي كيكون عندكم في التركيز، كتقسموه على جوج. داكشي اللي عطاكم هو اللي كتهبطوا به. هنايا كنقسم هاد المسافه على جوج، كنرجع نقسمها على 4 صافي. وكنشد الطول ديالي وكنخلي هاد المسافه كلها هنا تقريبا عندي 24 سنتيم، كنخليها كلها باش تجيني دورات الكم فيها لي بلي حتى هي، وفيها القطعات ديال الباندا حتى هما نفس الطريقه اللي كنت خدمت معاكم في الفيديو. نفس التوب والكمام غادي ندير نفس الخدمه ديال الكمام، غادي يجيو فيهم لي بلي وغادي يجي فيهم الباندا و بالسيور هابطين. بالنسبه لهنايا غادي نجي غنفصل معكم هاد القطع هادو اللي كندير في الكمام هما هادو، وغادي ندير القطع اللي غنفصل حتى في العنق. وغندير الحزام، كندير العرض 8 سنتيم والطول كنخلي الطول كله ديال التوب اللي كيكون عندي فيه 1.50 متر. وفي الاخر كنقسمهم. بالنسبه للكمام قسمتهم على جوج، اللي بقات لي القطعه فيها 50 سنتيم في الطول وفي العرض 8 سنتيم. والحزام كنخلي الطول كله والعرض 8 سنتيم، والقطعه اللي كتجيني عفوا في الكول اللي كتجيني فيها الكرافطه حتى هي كيكون العرض ديالها 8 سنتيم. اللي كنطويها على جوج كتبقى لي 4 سنتيم، هي اللي حيدناها من دورات العنق. كندير نفس المسافه ونفس القياس اللي كندير فيهم كلهم صافي. هنا كنفصلهم باش كيجيني التوب سهل. كنفصل القطع كلهم في دقه واحده باش كتجيني فصاله سهله صافي. وكنقطع كنحاول انني نقاد التوب ديالي باش تجيني الخياطة مضبوطة وتجيني الفصالة هي هذيك. بالنسبة لهاد القطعة كنقسمها على جوج، هي اللي كتجيني في الكمام، هذا الحزام كنخليه كله، والقطعة ديال العنق حتى هي كنقسمها على جوج. بالنسبة للتوب 3 متر، هادشي اللي بقى لي منو ديال التوب، كتاخد التوب بزاف. بالنسبة لهنا انا وريتكم الباندا ديال العنق فين غادي تجي، راه غنشارك معكم طريقة الخياطة في اخر الفيديو. هكا تجي على هاد الشكل هذا. بالنسبة لديك الفتيحة كندير ليها واحد التبطين اللي كيفينيها. هنايا انا جاوني البابيونات الطوالين، غادي نقص منهم واحد شوية اللي غادي يبقى لي في الطول ديالهم تقريبا 40 سنتيم حتى ل 45 سنتيم. بالنسبه لهنا كاين غير هاد البارتيه هي الخياطه، كنعتذر بزاف لانني ما كملتش معكم الفيديو، وان شاء الله كنعاول انني نعوضه معكم. بالنسبه لهنايا كنحاول انني ندير تبطيل لهاد الفتحه اللي درت في العنق. كناخذ واحد القطعه ديال التوب اللي كيكون العرض ديالها تقريبا 2.5، وكنفيني بها كان فيني بها الدورة ديال العنق. هنا كنعتذر بزاف، كنت شوية مبرزطة
المحل كان عندي عمر، كنت الخدمة وكنت بغيت نسد في ديك الوقيته، صافي كنت بغيت نسافر وقلت انني ضروري انني نخيط معكم هذا الجزء هذا. كان اعتذر بزاف صراحة لانني ما كملتوش معكم، ولكن ان شاء الله نعود لكم مرة اخرى. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون واضح لكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالقناة. كما لاحظتوا هنايا هذا هو الجزء اللي كيجيني مفيني بهذه الطريقه، اللي كيبقى مفتوح باش البابيو كتعقد في ديك البلاصه. كناخذ القطعه ديالي وكنخدم التوب ديالي على الظهر باش كان فيني في الامام. كنخدم هنايا، ها انتم القطعه، كنخدم القطعه ديالي على الظهر ديال التوب، كنقلب التوب ديالي على الظهر وكنخدمه بهذه الطريقه هذه. كنوصل دائما لديك الفتحه وكندير لا غيطمو وكنسد الخدمه ديالي كما لاحظتوا، وكنجي للجزء التحتاني اللي كيكون عندي على شكل مثلث وكنبدا نخيط منه الخياطه ديالي. صافي ملي كنوصل لهنايا كنحاول انني نسد الخدمه ديالي وكنقلب هاد القطعه ديالي، كنقلبها كنحيد ديك الزياده اللي كتكون، وكناخد شي حاجه اللي نقلب بيها، سواء فنتات وستيلوس وطرنوفيس، داكشي اللي كان عندكم متوفر حداكم، وكنقلب ديك القطعه بهذا الشكل هذا. هنا كيكون التوب ديالي تقلب على الوجه ديالو، كنحاول عاوتاني نبدا الخياطه من نفس البلاصه، وكندير السوبيكاج ديالي على الحاشيه ديال التوب باش كنعز داك الخياطه، وكنكمل الخياطه ديالي بهذا الشكل. انا كنخيط وانا كندخل التوب كنحاول انني ديك الخياطه اللي لداخل، انا هنا بقوه الزربه ما كرانيتش التوب ديالي من الداخل. انا يلا لاحظتها في التصوير ما كرانيتوش، وبغيت نشارك معكم هذا الخطأ هذا بقوة الزربة. راني قلت لكم شنو كاين، ما كرانيش، نتوما ديروا الكرانات باش يطوعكم في الخياطة. وكنكمل بهذه الطريقة، لاحظوا معايا هنا كيكون عندي الوجه ديال التوب، كنحاول انني ندخل سنتيم ديال الخياطة وكنفيني دورة العنق ديالي بهذا الشكل. بالنسبة لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنشكركم على المتابعة وشكرا لكم، وفيديو آخر إن شاء الله.